ده إنسان مش طبيعي، مفيش حد يعمل في شعبه اللي بيعمله أبي أحمد من ساعة ما وصل للحكم، آخرها الأمور الخطيرة اللي عملها في حق أهالي الأمهرة، واللي شكله هيكون سبب في صراع محدش يعرف هتكون إيه تبعاته على مصير ووحدة إثيوبيا. طب إيه اللي بيحصل في أمهرة؟ وليه أبي أحمد بيعمل كده؟ وإيه تأثير ده على مستقبل إثيوبيا؟ كل ده وأكتر هنعرفه في التقرير ده من 5 بالعربي. تطورات جديدة خطيرة بتحصل في مناطق إقليم أمهرة، واللي شكلها بقت على موعد هي كمان مع غضب رئيس الحكومة الإثيوبية أبي أحمد، اللي كأنه بيتفنن في إثارة الصراعات الداخلية في بلده. بداية الأزمة دي كانت في شهر إبريل اللي فات، بعد مرور حوالي 6 شهور على توقيع اتفاق السلام بين حكومة أبي أحمد وقوات إقليم التجراي، بعد الصراع العنيف اللي استمر سنتين تقريبا بينهم، واللي تسبب في إنهاء حياة حوالي 600 ألف شخص. وخلال الصراع ده دعم إقليم أمهرة حكومة أبي أحمد ضد إقليم تيجراي بسبب الصراع التاريخي القديم بين الإقليمين على الأراضي الحدودية بينهم، واللي استغل أهالي أمهرة الصراع ده وقتها للاستيلاء على الأراضي دي. لكن مع انتهاء الصراع قررت حكومة أبي أحمد إنها تتخلص من كل القوات الخاصة أو قوات الأقاليم اللي كانت بتدعمهم ضد التيجراي، وهو الأمر اللي رفضته قوات فانو التابعة لإقليم أمهرة. ووجهت القوات دي وسكان أمهرة اتهامات لحكومة أبي أحمد إنها بتحاول تقلص من نفوذهم على مناطقهم، وطلبوا تعزيز الحكم الذاتي اللي المفروض بيتمتعوا بيه بموجب الدستور الإثيوبي، في حين ردت حكومة أبي أحمد عليهم بأنها هددت بالتعامل بالقوة مع قوات فانو إذا ما سلموش معداتهم العسكرية أو وافقوا على الانضمام في صفوف الجيش والشرطة. وبسبب التوتر ده أعلنت حكومة أبي أحمد الطوارئ في الإقليم وأوقفت الرحلات الجوية لأمهرة، واتهمت قوات فانو بأنها بتحاول تسيطر على مدن الإقليم وتسقط الحكومة الإقليمية وحكومة أديس أبابا. مش بس كده، أبي أحمد كمان قرر إرسال الجيش والدبابات بتاعته للإقليم، واللي رغم سيطرتها على أغلب المدن الرئيسية في الإقليم لكنها قامت بانتهاكات واسعة تسببت في رحيل عدد كبير من المدنيين، ونقلت وسائل الإعلام الغربية في أحدث متابعة ليها للوضع في أمهرة عن مسؤول صحي في إثيوبيا إن 26 شخص رحلوا عن دنيانا بسبب غارة جوية شنها الطيران الإثيوبي على ميدان مزدحم في أمهرة. الانتهاكات دي فتحت الباب كمان لصراع طويل وممتد في الإقليم بعد تأكد قوات فانو إنها مش هتستسلم وهتواجه قوات حكومة أبي أحمد. وشبه كتير من المراقبين للوضع حاليا في أمهرة باللي كانت عليه الأوضاع في إقليم تيجراي سنة 2020 بالظبط، واللي اندلعت فيه الاشتباكات برضو بسبب رغبة أبي أحمد في فرض سيطرته المطلقة على الأقاليم الإثيوبية بحيث تكون تحت السيطرة المباشرة لحكومة أديس أبابا بشكل بيخالف حتى الدستور الإثيوبي الحالي. فهل تفتكر إن سيناريو تيجراي هيتكرر تاني مع أمهرة؟